إذا مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة في برنامج الصباح، هي فقرة الحراك المدني، واليوم حنتكلموا عن ميثاق نساء طبرق وأميمة. ميثاق نساء طبرق تكون للقضاء على كل الظواهر الهدامة في طبرق تحديدا. صحيح، وبما أننا نتكلم على ميثاق طبرق فمعانا سيدة غالية يوسف أحد مؤسسي الميثاق، يعني أكيد حتكون معانا بعد شوية. خلينا نعطيكم فكرة مبسطة على ميثاق نساء ميثاق طبرق. هم مجموعة نساء قرروا إن هم يغيروا الظواهر الاجتماعية السلبية اللي في المجتمع، زي غلاء المهور، زي البدخ، الأعراس، يعني بدوا بالأشياء الاجتماعية من بيوتهم. فيعني في منهم يعني كانوا ربات بيوت، فقرروا إن هم يأسسوا صفحة على الفيسبوك ويتجمعوا، ويعني وكل حد يكون مسؤول على شيء. المسؤولة العالمية على يعني ميثاق نساء طبرق وهي سيدة فاطمة العبادي أحد مؤسسي هذا الميثاق سيدة غالية، وفعلا يعني أبدعوا، ويعني في هلبة أشياء يعني داروها مهمة جدا في طبرق. وبعد ما يعني توسع نوعا يعني نوعا ما نشاطهم، قرروا إن هم يأسسوا أول ملاهي في طبرق. يعني المؤسف الموضوع إن لما نسمعه إن ما فيش ملاهي في طبرق نهائيا، فأكيد بنتكلموا أكثر عن الموضوع، ولكن مع السيدة غالية أحد مؤسسي ميثاق نساء طبرق. ألو، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك سيدة غالية؟ الحمد لله بخير والله. كيف حالك أميمة؟ الحمد لله سيدة غالية. خلينا نبدو ممكن للناس اللي ما يعرفوش يعني موضوع ميثاق طبرق، أعطينا نبدأ مبسطة عليه، وأمتى بدأ أو أمتى تأسس ميثاق نساء طبرق؟ تمام. أولا نحب نقدم لك التحية أنت وأختي لميس اللي معك في الاستوديو، والقناة 218 والبرنامج الصباح. تكتل الميثاق اللي هو تكتل نسائي مدني مستقل غير حكومي لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع. طبعا افتتحنا من مدة ما يقارب السنة. في البداية كان التواصل عبر الفيسبوك على صفحة ميثاق نساء طبرق. طبعا وصل عدد العضوات إلى 6300 عضوة، ولازال العدد في الزيادة. بعدها بعد الخطوة هذه انتقلنا إلى المقابلات والاجتماعات التقابلية، ولنا طبعا مناشط على الأرض لمحاربة بعض الظواهر السلبية داخل مدينتنا. أها طيب. أنا يعني طيب سيدة غالية، يعني الأهداف اللي كان ممكن اللي كانت في بالكم أثناء تأسيس ميثاق طبرق شن هي؟ الأهداف طبعا هي محاربة الظواهر السلبية. طبعا أي ظاهرة سلبية تظهر في المدينة، نحن كنساء باعتبارنا نصف المجتمع، أكيد نبغى نشاركه في إيجاد حلول لهذه الظواهر وتسليط الضوء طبعا على بعض الظواهر السلبية. مرات في ظواهر سلبية اكتشفنا النساء من خلال كون أمهات، من خلال كونهن فاعلات يعني في المجتمع. فلذلك يعني دور المرأة كان مغيب. الميثاق أظهر المرأة رب البيت، أظهر المرأة الدكتورة والمهندسة والمحامية، وخلينها تحمل الظواهر السلبية اللي في المدينة ويشاركن في إيجاد حلول لهم. طيب خلينا نتكلم على نشاطكم الحالي اللي تقوموا به، وهو الملاهي اللي تبوا تديروها للأطفال في طبرق. على حسب يعني معلوماتي إن حتى يعني الأرض كانت تبرع من أحد الأهالي في طبرق. طبعا طيب. طبعا الفكره اللي هي في المشروع هذا اللي هو نحن في الميثاق بعون الله نجهزه لانشائه، اللي هو على شاطئ الليدو في حي المناره بطبرق. طبعا نحن في مدينه طبرق ما عندناش ملاهي باسم ملاهي يعني، ولكن عندنا بعض المنتزهات البسيطه ولكنها ربحيه، يعني في مبالغ طائله. يعني لما يدخل الطفل يبي يلعب لازم يكون معاه مبالغ طائله. فنحن قلنا الميثاق بنحب الظواهر الشهره، فقلنا نديروا منتزه للاطفال وللامهات، يعني منتزه عائلي بحيث يكون بمبالغ بسيطه، ممكن يكون حتى مجاني، ممكن مبالغ بسيطه عند الدخول فقط لضمان تامين المشروع، لضمان عمليات النظافه فقط لا غير. طبعا الفكره هذه جاءت لما تنادى بعض الشباب في المدينه، قاموا بتجهيز من الشاطئ بالمجهود الذاتي، بيعملوا ملاعب للشباب وكذا. فالامر هذا شجعني نحن كنساء في الميثاق على فكره انشاء منتزه للعائلات على نفس الشاطئ هذا بس في جزء مقابل.
طبعا الشاطئ هذا ممتد على طول البحر الشاطئي طبعا داخل مدينه طبرق. تحصلنا على المساحه البحريه الشاطئي يعني حوالي 253 طول في 53 متر عام. قمنا باعداد تصوير مبدئي للمشروع، ساعدنا طبعا في اعداد المهندس المتطوع اللي هو المهندس صالح الشيخ. طبعا التصور هذا اللي هو اعداد متنفس للعائلات، مرات يتطور في المستقبل يكون ملتقى حضاري ثقافي للام وللطفل. طبعا الاشراف والتمويل على هذا المشروع من لجنه الميثاق ومفكر المدينه وبرغبه عمل الخير. طبعا قمنا بتخصيص التليفون التبرع عبر ممكن عن طريق الرصيد او الاستفسار من خلال عن طريق التبرع. الرقم طبعا هو البيانه 748-75-62. طبعا في الايام الجايه راح نخصص رقم حساب مصرفي خاص بالمشروع لتسهيل عمليه التبرع. سيده غاليه سيده غاليه يعني امتى حيتم او امتى حيشوف النور هذا المشروع؟ امتى بنشوفوها او بنشوفوا تنفيذ او البدء في التنفيذ في انشاء الملاهي في طبرق؟ للاسف فقدنا الاتصال مع سيده غاليه يوسف اللي هي احد مؤسسات او مؤسسات ميثاق نساء طبرق، وكنا حابين صراحه نستفسروا اكثر عن هذا الموضوع اكيد، وللاسف يعني فقدنا الاتصال معها. أميمة يعني ممكن من خلال ميثاق أو ميثاق نساء طبرق تحديدا يوضح لنا ويعكس لنا قداش المرأة الليبية عندها إرادة وعندها قدرة وعندها فعلا يعني كم هائل من الطاقة على أنها تتخذ قرار وتتخذ قرار فعال في محيطها وفي مجتمعها وفعلا تعكس تغيير على وجه الأرض. صحيح، ونبدأ نشوف التغييرات هذه. والجميل في الأمر أن على فكرة ميثاق طبرق ممكن ميثاق نساء طبرق تحديدا هو يتكون من مجموعة من النساء من كل العناصر، سواء كانوا ربات البيوت أو المهندسين أو المحامين أو الإعلاميات أو المصورين، يعني تحسي أن هو مجموعة من الأشخاص اللي يمثلوا في المجتمع الليبي تحديدا النسائي. والجميل أيضا في الأمر إن هم في البداية على فكرة بدوا بصفحة على الفيسبوك مؤسسينها عد يعني مجموعة من النساء، وشوفوا يعني أصبحنا إن غير الدوائر الاجتماعية اللي ممكن نشوف فيها أصبحنا نشوف في حاجات الجهات المعنية ما قدرتش تقدمها. صحيح. للمواطن الليبي في أقل من سنة مع الإرادة ومع التفكير ومع التخطيط الاستراتيجي الصح، شوفي يعني أصبحنا نشوفه في ملاهي بتفتح قريبا، ناس همهم على مدينتهم همهم على بلادهم، وممكن فيش حد بيحس باحتياج الطفل قد المرأة، لأن المرأة ممكن تكون أم ممكن تكون أخت ممكن تكون خالة، فممكن هي اللي بتحس باحتياجات الطفل بطريقه يعني يعني بطريقه فعاله وبطريقه تخليها ان هي تبي تدير له وتبي تفعل له اشياء انه هو من حقه انه يستمتع بها. بهيك وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا، لقائنا بكم يتجدد اكيد في نفس الموعد غدوه من عند الساعه 10 لعند الساعه 12، مواضيع متعدده حنتناولوها، حيكون عندنا اكيد ضيوف للحديث عن محاور هذه المواضيع بتفصيل اكثر. مشاهدينا اللي حاب يتعرف على المقاطع المختارة من برنامج الصبح ما عليه انه يزور قناتنا على اليوتيوب 218 تي في، وايضا للي حابين يبعثوا لنا استفسارات او مقترحات او اشياء انتم حابين تضيفوها وتوصلوا صوتكم لبرنامج الصبح ولتحديدا قناة 218 برامج ما عليكم الا ان انتم تزوروا موقعنا اللي هيظهر اسفل الشاشة. اكيد موعدنا بكم زي ما قالت لميس يتجدد بكرة في حلقة جديدة وفقرات جديدة. مني انا ولميس تنميرت تنميرت مشاهدينا، باي باي.